أهلاً وسهلاً بيكم في حكاية الناس اللي ولا حاجة. شلبي لم نفسك. إن نفسي أطلع مديرة مدرسة. وبقيتي مديرة مدرسة؟ سقطت في الإعدادية وما كملتش. فؤاد السويسي مؤلف كبير في السن. فنان شريف جزر الباتشينو العرب. أنا قاعد الجمهور واقف يسقف لي ربع ساعة، ده الزعيم بنفسه سلم عليا. زعيم؟ زعيم مين؟ زعيم عادل شاكا. احنا هنعمل مسرحية بالعرايس والبني آدمين مع بعض. عايز يعمل مسرحية بشلبي. قلت إيه أحكم دار الأغنية الشعبية؟ مليون جنيه. إيه؟ كلمات الأغنية دي كتير قوي. خلاص شلوا له واحدة. شفت إن إحنا مش فاشلين. الفاشلين لما بيقعوا ما بيقوموش. إحنا لما وقعنا ما قمناش. بس هنقوم. اتجوز القادرة بنت عمك. القادرة متجوزة. جوزها اتكل على الله. مش بتكلم على جوزها الأولاني، أنا بتكلم على جوزها التاني. اتكل على الله. الله، طب وأنت عايز إيه؟ أنت عايز تجوزها لي واتكل على الله أنا كمان؟ الكاميرا دي تمنها يعدي 300,000 جنيه. اثبت يلا. كاميرا! أنت عندكم مولد؟ اهرب يا جزرة! بالعربية! ليه؟ كان يا مكان كلب اسمه قرنفل كله مروغة ومغامرات. اظهر اظهر يا قرنفل، اظهر اظهر يا قرنفل، اظهر اظهر يا قرنفل، اظهر اظهر يا قرنفل، اظهر اظهر يا قرنفل. قضيت وهنعمل المسرحية. العربية بسم الله ما شاء الله، يعني كل حاجة فيها بتطلع صوت إلا الكلاكس.